غادي يدو حميد غرزه غادي يدو غرزه انا ما يتحقن هاد لا غمز ديج بشار صافي ادو غرزه يا غرزه واش عجبك هاد الوجه جي هنا صور من الجن الله يعطيك الستر ما الا جيتي قدامي هادوك اللي بغيت راه بقاو لهي الله يعطيكم الستر انتم صبتوا القضيه مزيان ها وصلوا على البيع العيالات الزغريط على العريس غير اللي كتعرف تزغرط الله يزيد لكم في العمر ويحفظكم العيالات زوينين الله يعمرها سلعة وهتصند دي شوية معلومات بعد عاد رجعوا للعيالات شوية نضحكوا مع العيالات تاني ونضحكوا شوية مع الرجال وكل شي نخليوه على قانتو وكل شي يضحك وكل شي بخير وهاد المية لما قلتهاش انا كان مرض لابد شويه ديال المايا وطلبوها تاد البنات هاد الشيخات قالوا لك حميد ربي ما قلناش مايا اي وفنان واسمع هذا شيان الحداب ويسارثن او النايز الرينارة ونسد ديفن يارو راك الرجل اللي كيولد مع مرا مسكينة اربعة ولا ثلاثة يبدا يخمم ايا نكبر قاع هادول اشوف داك الصغير اش كيدير الخبز كاز جاكي طوي شري قال مرا مسكينة واحلة في الدلال كتحيد الزيف ولا طفرتيها الله يعطيني مصيبة أصير في ما مشي ديري قاك العكس عمرو ما يشوف شي نهار بيض لحق هذيك المرأة مسكين تسمح ليها في أربعة دراري ولا ثلاثة وهربتي حشي انت راجل انت واسمع عندي شوية معلومات انت عند شي حميد وما دايم الله والله يرحمنا قولوا امين راه خاصة شتا ماشي شتا خاصة عند ربي سبحانه شتا عند ربي موجودة ولكن لمان يعطيها لمان ماشي حميد عندي انا حارت فوق السطح هاب السيفة شتا ما السيفة راه الا شتي ربي حبس شتا العشر ما كاينش الزكاة ممنوع ديال الله ديفاندي يا كي دير هاد الشتا ضرب كانوا الناس القدام كيحرط الراجل كيحصاد النهار اللي كيجي كيدرس النهار اللي كيعبر واحد جوج ثلاثة يوصل ديال الله يقول لك هادي حرام عليه كيعزل هاد يجي شي مسكين وما دابا الراجل كاع واحد جوج ثلاثة يوصل ديال العشر بدا يخمم ماني جا نكري ماني في سنت ماني ضحرات ماني تراكتور خوشي وينو دابا كيبغي يقول يا ربي ارحمنا ويحشم هاد حقا غرينا واربي اشوف غا في حقا هاد الغلم هادي ما هو عارف راسو مكحلها ابسي بسي ما ضربش تا الله يعطيك الستر هاتصنتو شوية ديو معلومات هاتس ادي شوية معلومات مع حميد ما دام الله ولحق السادات بسيف ورا كان واحد العام في 82 82 شحال كانت كدير نعجة خمسة درهم وشحال كدير بقرة 50 درهم والبغل شحال كيدير 50 درهم والحمار فابور حمار ما كيعطيو فيه تارية والحمار مسكين كياكل على الكارطو على باقي كيهرنط ولا ما كيكملهاش صاف لحق وريني سنان ودي معلومات شوية ما دايم الله بالسيف السادة بالسيف العشر والزكاة كان وكانت نعجة غير هاد اليامات بسبعين ألف هيا رجعت دبل 14 مية وغادية جهة 2000 غادية
هادي هابطه غير بشويه. الراجل كا افداك الجيف الله يستر كيركب على الحمار يوصل السوق يشري الحمار بلا ديال تبن ب 1600 يفطر هو ب 60 ريال. الراجل فاطر ب 60 والحمار فطر ب 1600 كاري ليه في النوتيل ديال المريني فاس. وهو كياكل داك البلا ديال تبن والكلاب حاشاك جالسين حداه مقابلينه. زعما الا كملتيها نعس. والكل ما بقاش كياكل اللحم كيفرع النعجة ياكل الكبده والقلب ولا طبيب كياكل مول الغلم غاكل ما تعرف العاقبه ديال كيفاش غتخرج. الكلب عنده شي عاقبه. وهنا تفهم شي شويه لحق خصك دي معلومات مع الشيخ حميد مدام الله وضحك شويه راه اخر اموت لحق سادات الجفاف راس عيب. شتي الجفاف الكواريت شنو هو الكواريت؟ عندك الجفاف عندك الجفاف وعندك الرعداء وعندك الله يستر الزنزال. شتي الزنزال شحال واحد كيصلي بلا وضو زادت الدود عايده انا بداه قال لي كان فوق سطح تزدق في بيت الماء عايد.